السلام عليكم وبركاته. في هذه الحلقة راح نشوفك أفضل رياضة وبإجماع والأطباء المتخصصين في علاج إصابات الدماغ في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الرياضة ببساطة هي تيبل تنس أو كرة المنضدة. الناس اللي يعانون من مشاكل في الذاكرة، الناس اللي قدر الله أصيبوا بجلطات أو مشاكل في الدماغ أو تعرضوا إلى حوادث والآن في فترة النقاهة والاستشفاء، الناس اللي يحس إنه دماغه وتفكيره وتركيزه ما عاد مثل قبل، الناس اللي تجاوز أعمارهم 50 ويحاول إنه يحافظ على قابليات العقلية. هذه الرياضة واحد من أفضل أنواع الرياضات اللي ممكن تعملها لصحة دماغك وحتى لصحتك النفسية، وراح أشرح لكم هذا بالتفصيل. راح أقول لدكتور هذه الرياضة يحتاج لها تيبل أو منضدة طويلة، راح أقول لك أغلى حبيب كل شيء ما يحتاج له غير المكان اللي أنا واقف فيه الآن. تبدأ بممارسة هذه الرياضة بهذه الطريقة، إذا كنت أيمن يعني تستخدم إيدك اليمنى تمارسها بهذه الطريقة البسيطة، ثم بعد أيام بعد ما تتطور فيها تبدأ تقلب يدك بهذه الطريقة، ثم بعد ذلك كل ما شوف نفسك تطورت تنتقل إلى مرحلة ثانية، تنتقل للإيد اليسرى، بالذات الناس اللي تستخدم إيدها اليمنى، لما تستخدم إيدك اليسرى بهذه الطريقة راح تسوي ستريس على دماغك وتجبر دماغك على إنشاء وصلات عصبية جديدة. ليش؟ لأن الإنسان الأيمن يستخدم الجانب الأيسر من دماغه، والإنسان الأيسر يستخدم الجانب الأيمن من دماغه، فلما تيجي تستخدمهم اثنيناتهم راح تجبر الدماغ إنه يسوي وصلات عصبية جديدة حتى يوصل الجزء الأيمن بالجزء الأيسر. وهذا هو المطلوب. إذا كان عندك ستريس أو كان عندك ضغط نفسي لما تيجي تمارس هذه الرياضة راح تنجبر أنه تخلي كل تركيزك بيها، لذلك راح يفصل دماغك. إذا كنت متضايق من عملك، تحت ضغط نفسي من أي شيء، هذه الرياضة راح تساعدك. أنصح بها كل من تجاوز عمر 40، أي إنسان يستطيع ممارستها. كل اللي تحتاجه هذه المضارب الاثنين وكرة واحدة والمكان اللي أنت واقف عليه، وبإذن الله سبحانه وتعالى راح تدعي لي بعد ممارستك لهذه الرياضة، لأنه راح أشوف أثرها الإيجابي على دماغك من كل النواحي. ولا تنسى من دعائك. سلام عليكم.